السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وور زون. فيديو اليوم هو فيديو دليل تختيم كامل الاتشيفمنتس للعبة سمارت موفز 2، وهي الجزء الثاني من لعبة سمارت موفز اللي انا سابقا شارككم في دليل تختيم كامل الاتشيفمنتس في هذاك الجزء، اللي كان للاسف بيتطلب منا انه احنا نختم اللعبة كاملة بكل مهامها، وهذا اشي يعني كان راح ياخذ معانا مدة ساعتين يمكن يعني فعليا كحد اقصى. بس في هذا الجزء الثاني الحمد لله المطورين كانوا رحيمين معانا، فعليا الاتشيفمنتس اللي فيها بتطلبوا منكم فقط انكم تلعبوا اول ثلاث مهمات من هاي اللعبة، وبعدين بس نعمل عملية جرايندينج جدا بسيطة، بما معناه انه بتطلب منا الاتشيفمنتس الموجودين في هاي اللعبة انه نحن نفتح 55 صندوق بالاضافة انه نموت 55 عدو وبس. وطبعا بوصولنا على هاي الارقام راح نوصل ل 3000 جيمر سكور اخفاف الطاف، فعليا بفترة زمنية ما راح تاخذ معاكم اكثر من 5 دقائق في هاي اللعبة والخفيفة واللطيفة. سعر هاي اللعبة $5، موجودة على متجر الاكس بوكس بتقدروا تشتروها، او اذا بتعرفوا طريقة المتجر الارجنتيني او التركي راح تكون ارخص مبدئيا من السعر $5، يمكن حتى راح تكون تكلفتها $1 بشكل او باخر. فاللعبة جدا سهلة، بس للاسف زي ما حكيت هو الجيمر سكور اللي فيها 3000، يعني نوعا ما اللعبة وقف الابديت اللي فيها بسبب انه الاستوديو هو اصله اوكراني، وبسبب الحرب الروسية الاوكرانية نوعا ما اغلق ابوابه الى الوقت الراهن، فمشان هيك ما راح نشوف ابديتس مستقبلي يرفعها الى 4 وبعدين الى 5، الله اعلم. بمجرد ما تخلص الحرب نشوف يعني اذا ممكن هذا الاستوديو يرد يفتح ابوابه وينزل لها هاي التحديثات. بس مبدئيا بمبلغ $5 بنحصل على 3000 جيمر سكور جدا اخفاف الطاف، اللي راح نبلش فيهم طبعا باول مهمه مباشره بضغطنا على الستارت جيم. طبعا راح تشوفوا انه مبدئيا الكبسات في هاي اللعبه عكس، طبعا الاي ما بتعمل سيلكت بينما البي يعني بدكم تتعودوا شوي، هون اللعبه فيها اشي غلط يعني صراحه. طبعا بمعرفتنا في حركه هاي اللعبه اللي هي عباره عن انه شطرنج بالنهايه، احنا كل ما نتحرك الاعداء بتتحرك، فاول مهمه راح نشوف انه بالنهايه بدنا نفتح هدول الصناديق الثلاثه او الاربعه عفوا. هذا الاشي شبيها في الجزء الاول، بس عمليا نحن نتعرف شو على مبدأ اللعبة اللي بالنهاية كل مهماتها بنختمه بفتح الصناديق. المهم الثانية بهون راح تعرفنا على مبدأ القتال اللي زي ما انتم شايفين انا هون متت بالغلط، فبدنا نتحرك بشكل انه احنا نضمن انه نكون دائما احنا اصحاب الحركة اللي راح تكون فيها قتل للاعداء. فزي ما انتم شايفين قتلنا الحياة وبعدين دخلنا البوابة وعم نواجه هدول الغيلان بشكل او باخر. يعني راح تاخذ ايدكم على الوضع، تخافوش، اللعبه جدا سهله. فهاي راح تكون المهمه الثانيه لنا اللي راح نختمها بانه بعد ما قتلنا الاعداء فتحنا هاي الصناديق. هاي مهمتنا الثالثه، راح نستعمل الصندوق عشان نخلي العدو يتحرك زي ما اللعبه بتعرفنا، يعني بدنا نستعمل الصندوق عشان يتحركوا حركه فبالتالي العدو بيقرب منكم. فراح نرجع للصندوق رقم 3 نفتحه بعدين نضرب العدو ونتحرك. وطبعا راح تطلع لنا اول اتشيفمنت انه احنا فتحنا 10 صناديق يعني بشكل او باخر، والان راح نفتح اخر صندوق لنا وراح نوصل الان الى هاي المهمه اللي راح نستعملها عشان نعمل جرايند. فراح نفتح الان بس صندوقين طبعا من خلالهم راح برضو نموت هدول الاعداء عبين ما نوصل الى 55 صندوق و55 عدو. فكل مرة بنموت او بنفتح هدول الصندوقين بنعمل نكبس واي عشان نعمل ريستارت لهاي المهمة، وبنضلنا نعيد هاي الكرة عبين ما نوصل الرقم 55 صندوق بالاضافة الى 55 عدو. ما في اشي وراكم بعصاي يعني، بس مبدئيا العملية فعليا ما راح تاخذ معاكم اكثر من 5 دقائق من الجرايندينج الخفيف اللطيف ان شاء الله. 5 minutes later. وبعد فتره من الجرايندينج ان شاء الله اللي ما كانت طويله بنوصل الى تختيم كامل و3000 جيمر سكور في هاي اللعبه، اللي راح تشوفوا انه حتى لسه الاتشيفمنتس مش كثر ما هم. مبدئيا كنت انا سريع في عمليه فتح هاي الصناديق وقتل الحيايه، انه عم بيطلع ورا بعض بشكل جدا سريع ويعني مش ملاحقين من ناحيه انه بيعملوا انلوكينج، وهذا اشي جدا جميل ومرضي. فهذا هو الدليل اللي ان شاء الله مع بعض نكون وصلنا الى 3000 جيمر سكور اخفاف الطاف في هاي اللعبه. زي ما حكيت الله اعلم في المستقبل يعني سواء كان القريب او البعيد اذا هذا الاستوديو رجع وفتح ابوابه راح نشوف اكيد تحديثات لهاي اللعبه ترفعها الى 4 بعدين الى 5000 من الجيمر سكور. شكرا لكم للمشاهدة ان شاء الله، انه بتمنى منكم يكون هذا الفيديو عجبكم. في حال لو عجبكم بتمنى تضغطوا على زر اللايك
هاي الطريقة الوحيدة اللي صدقاً تقدروا تساعدوني فيها انه هذا الفيديو يوصل لمزيد من المشاهدين، وحطوا لي في الكومنتس ايش حابين اعمل ادلة لألعاب تانية، سواء كانت الألعاب الخفيفة واللطيفة والرخيصة او من ألعاب الجيم باس بشكل او بآخر. شاكر لكم للمشاهدة، وطبعاً اذا كنت مشاهد جديد لأول مرة بتشوف قناتي ومحتواي بتمنى تشترك فيها لمزيد من المحتوى والأدلة ان شاء الله. بنشوفكم ان شاء الله بفيديو ودليل آخر، بتمنى لكم كل خير وسعادة، والسلام عليكم.